مرحبا بكم متابعينا الكرام. كان المغني الأمريكي الشهير مايكل جاكسون يمتلك أحد المنازل المشهورة للغاية، إلى جانب بعض الأشياء الأكثر تفردا حول العالم. إليكم بعض الأشياء الأكثر غرابة التي عثر عليها في نيفرلاند. ولكن قبل أن نبدأ ونعرف ما هي هذه الأشياء، ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذا النوع من الفيديوهات. رقم 1. قطار. لم تكن مزرعة ملك البوب تختلف كثيرا عن ديزني لاند، وذلك لأنها كانت مترامية الأطراف، حتى أنه كان من الممكن التجول فيها من خلال قطار للأطفال بشكل رائع وممتع. لنرى إذا كان ملاكه الجدد سوف يقررون الإبقاء على هذه الطريقة الرائعة للتجول في المكان، أم سيقومون بتغييرها. رقم 2. تماثيل للأطفال. كان مايكل جاكسون معروفا بأنه محب لجمع أنواع مختلفة من التماثيل والألعاب، وهو الأمر الذي كان مثيرا للانتباه. لقد كان لديه تمثال لطفل يرتدي ملابس الكشافة، وتمثال آخر لطفلة تومئ بيدها لمساعدة المدعوين على المرور. رقم 3. مقبض الأطفال. من المؤكد أنكم قد رأيتم هذه المقابض على أبواب بعض المنازل، والتي أحيانا ما يكون لها تصميمات غريبة، ولكن دون شك هذا المقبض في نيفرلاند هو الأكثر غرابة على الإطلاق، وذلك لأنه عبارة عن طفلين يقبلان بعضهما البعض. رقم 4. تمثال سوبرمان. عندما دخلت الشرطة إلى مزرعة مايكل جاكسون، اكتشفوا أنه كان محبا للأبطال الخارقين، ومن بين الألعاب والتماثيل التي وجدوها داخل هذا المنزل، كان الأكثر إثارة للانتباه هو هذا التمثال، والذي كان بالحجم الطبيعي لشخصية سوبرمان من دي سي كوميكس، إلى جانب شخصيات أخرى كباتمان ولارا كروفت. رقم 5. صورة ماكولي كولكن. لطالما كانت العلاقة بين ملك البوب وماكولي كولكن أمرا غامضا بالنسبة للعالم بأسره، وتم اختلاق الكثير من النظريات بشأن هذا الأمر. لذلك فقد كان الأكثر غرابة على الإطلاق هو العثور على صورة لهذا الممثل، والتي كانت موقعة منه في خزانة مايكل جاكسون، ومكتوب عليها: لا تتركني وحيدا في المنزل. رقم 6. لقد كان الجميع يعرف أن مايكل جاكسون محب للحيوانات بشدة، حتى أنه كان يمتلك حديقة حيوانات في مزرعته في نيفرلاند، ولكن بعد قضية مايكل جاكسون الغامضة قام بالموافقة على نقل كل من حيواناته، من الزراف والشمبانزي والنمور والأفيال الذين كانوا متواجدين في مزرعته، إلى بيئتهم الطبيعية. ومن قام بتنفيذ ذلك هو الطبيب البيطري الخاص بمايكل جاكسون. كانت الزرافات الأربع هم آخر الحيوانات في المزرعة، ولكن بعد وفاة مايكل جاكسون بوقت قليل تم نقلهم إلى محمية طبيعية في أريزونا. رقم 7. تماثيل شبه عارية. داخل حدائقه كان هناك الكثير من التماثيل التي تقوم بتزيين الأركان المختلفة، ولكن كانت بعض هذه التماثيل تنطوي على أمور مروعة. كانت تماثيل لبعض الأطفال الذين يلعبون بشكل طبيعي ولكن دون ملابس، وجذعهم شبه عارية. رقم 8. عازف الفلوت جاكسون. هذا هو اكتشاف آخر وجد على الإنترنت وأثر كثيرا في معجبيه، خصوصا بسبب دلالته السلبية. في إحدى غرف نيفرلاند وجد المحققون لوحة باللونين الأبيض والأسود، والتي تم رسمها بالجرافيت، حيث يظهر مايكل جاكسون في طريق وهو محاط بمئات الأطفال، أغلبهم سعداء ومبتسمين. وقد أثار هذا شكوكا تتعلق بحكاية زمار هاملين، والتي حاول هذا الموسيقي فيها اختطاف الأطفال في قرية ما، ولكنه من المؤكد أن كل هذا هي مجرد افتراضات ليس إلا. ولكن بعدما عثر عليه في المزرعة، ليس من المثير للدهشة أن يكون لهذا علاقة بذلك. رقم 9. وأخيرا، كل أنواع وسائل الترفيه. دون شك لم تكن مزرعة ملك البوب تقل بأي حال من الأحوال عن ديزني لاند، حيث كانت مساحتها شاسعة جدا وتبلغ 11 كيلومترا مربعا، ويمكن أن تتجول داخلها بفضل قطار أطفال معاصر. وبالإضافة إلى ذلك، كانت نيفرلاند متفردة في حد ذاتها، حيث كان بها عجلة دوارة ولعبة الأحصنة وأفعوانية،
وكل ذلك من أجل الأطفال الأكثر جراءة في العالم. يبدو أن كل هذه الألعاب وكل أنواع وسائل الترفيه تلك كان مايكل جاكسون هو من يدفع مقابله من أجل تسلية الأطفال الذين يعانون من أمراض عضال والذين كانوا يزورونه في المزرعة كل فترة. وإلى هنا أحبائي قد تعرفنا على أكثر الأشياء غموضا حول المغني الأمريكي الشهير مايكل جاكسون. في النهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وكذلك تفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء.